فيش كده تسرع. انت قبل مشكله البحث العلمي اسمك باحث او مخترع، فانت المفروض في عندك نظام سيستم بتمشي عليه عشان تبدا تعمل انتفاي للبروبلم، وبعد كده تعمل اندرستاند ليها، وبعد كده تعمل فاين سوليوشن، وبعد كده تعمل ديسكريبشن، وبعد كده تعمل بيزنس بلان وخطط. احنا عارفين في كتير قوي ما يعرفوش، في كتير قوي بيشتغل شغله النتائج بتاعته بتطلع صح لكن بيتعب لانه ما مشيش صح، تمام، وبيوصل لنتائج مش اللي هي 100% عشان ما مشيش صح. كلنا لما نيجي نعمل انفايز بروبلم بنخش الجزئيه بتاع السوليوشن ده، هنتعلم ازاي نعالج الخطا بتاع السوليوشن ده، تمام. اول حاجه عايز توقع بس الناس متوقعين ترى ايه، متوقعين تسمعوا مننا ايه، عايز كل واحد كده تسمع بس عشوائي. هتختار ولا هتختار ولا ايه؟ اتفضل. احنا لو هنتكلم عن الابتكار او كده، هو اهم حاجه التاكيد هنقول لها اللي هو تايم مانجمنت، تايم بلاننج، ازاي ننظم حياتنا عشان الافكار، نبدا نحط بروبلم اناليسيس عشان نبدا نطلع على سوليوشن، نعمل تست سوليوشن. تمام حضرتك تمام. بعد كده هتبدا تعمل الورك شوب عشان تحويل الافكار من دوكيومنتيشن او ايديا نفسها لواقع نعيشه. تمام ماشي. لو احنا بنتكلم عن البحث العلمي او البحث العلمي، هنتكلم عن المعوقات اللي بتقابله او المشاكل اللي بتقابله، ازاي نتغلب عليها، تمام، وازاي نوصل البحث ده لمرحله التنفيذ بتاعي بالذات عشان يبقى فيه استفاده وفيه منفعه. في تحويل البحث من النظري للعمل. تمام. اتفضل. اتوقع ان احنا جينا عشان نحل، عشان نقدم كل موضوع فعلا في الطبق، عشان اقدم حل كويس ويتطبق لازم اعرف الامكانيات والليمتس اللي انا هقدر اشتغل فيها. ما ينفعش اشتغل على مشكله من غير ما اقول الامكانيات دي او الليمتس بتاعتي بس. لازم اعرف المشكله كلها كاسيه عشان الكلام ده هيطلع والهيئات مش هتنفذه. يبقى كده احنا بنقول كلام خايف مش هيتنفذ بقى زي المؤتمر اللي احنا كنا في الاول، مؤتمر اكس او مؤتمر سي، فما بنعملش حاجه، بنعمل الكلام كلنا بنتكلم نتكلم نتكلم من غير ما اعرف الحيثيات الصحيحه او ايه الامكانيات اللي موجوده قدامي واقدر اطبقه ازاي. ناس كتير ممكن تكون في معاني موجوده في الدوله ناس ما تعرفش عنها، هي بتقول حلول ثانيه والمعاني الموجوده. تمام. بس عشان مين تاني؟ ايوه الحاجة اللي عندي اللي هي مثلا ان انت المقرر على فكرة المشروع، يعني ماشي مش من اول ما تيجي لك فكرة المشروع تقول لي انا احط عقبات قدام ان انا اقول مثلا اس ام سي مثلا التمويل، فاهم؟ طب ليه انا ما بداتش ادرس المشروع بتاعي من جميع النواحي، سواء دراسة تشغيلية او دراسة مالية او الى اخره، يعني انا ابدا اعرف ازاي لما يكون عندي فكرة ان انا انميها، تمام، واشوف ان هل اعرف اشتغل عليها ازاي من نواحي الدراسة كلها. تمام. وبرضه كمان مش لحضرتك متوقع مننا ايه؟ ازاي اعرف اعمل دراسه للمشروع اللي كده انا في المشروع دراسه مشروع. تمام. وبما اننا بنتكلم عن البحث العلمي، خلينا يعني في استفاده اصلا من التجمع نفسنا، لان اكيد كل واحد منا قال له بعض العقبات، فانتقال اصلا طبق خبرات او مثلا لما اتعامل مع اي حد مثلا واجهته مشكله ممكن تكون انا وبين انا كمان، فده يعتبر حل لي، لازم يكون حل لي، يعني انت تديني حل تقول لي اتفضل هو الحل بتاع المشكله. انت ممكن من خلال التعامل مع الناس ومواجهه مشكله من المشكلات تقدر انت مثلا تتغلب على المشكله دي. الحاجه الثانيه ان كويس جدا، ان اعتقد ان احنا اتوقع ان احنا هناخد حاجه ازاي انت تبلور الفكره بتاعتك، يعني دايما في افكار بناءه وافكار كويسه جدا، بس لما تيجي تطبقها كفكره موضوعيه يعني تبقى على ارض الواقع بتبدا انت تواجهك صعوبات. هو تحويل البحث تمام. ان يبقى تحول المهاره نفسها ان انت تبدا تنفذ. مين كمان؟ بس انا نص ساعه ما بنتكلم بس انا اقدر اسمح لك بس ما حدش يلعب السيرفر يكون في تبعيه بين كل الناس اللي شغاله في مجال البحث العلمي، عشان انا شايف ان احنا عايشين كل واحد فينا عايش في جزيره لوحده منفصل عن الثاني، ملوش علاقه بالثاني، بنتقابل ببعض صدفه، عشان كده اي حد ممكن يعمل علينا زي مشكله او مشكله. عشان كده عايز اقول لك
زي المسابقه اللي اتعملت اللي هي المسابقه دي دخل بين الناس المخترعين كلم كل واحد واوهم ان في مسابقه عشان كل واحد فينا عايش في جزيره، لكن لو كنا منظومه واحده او مجتمعين كنا قدرنا نحل المشكله دي. اول حاجه اي حاجه بروحها في حياتي بقول قلنا اكيد هطلع منها انا اكيد لازم استفيد كده كده او اعرف حاجه. الحاجه الثانيه انا في معايا سايت بتاع بنك خبر تسويق بمعنى هو الوحيد المشكلة عندي انا بس تليفونك تقدر انت ازاي تصور كده ممكن مثلا الوحش بتاعك روعه كل الجمال بسبب ان انت مش عارف تتكلم عنه ما تجيبش ماضي كويس بس هي تعتبر يعني تعتبر الكلمه اللي بيندرج تحتها جميع المشكلات اللي اتقالت اصلا في الاول اللي هي مشكله بتقابل كل واحد اللي هي عدم الايمان بيه. انا توقعت ان احنا جايين النهارده ان هنتعلم ازاي نخلي اللي قدامنا يؤمن بينا، اللي قدامنا يؤمن ان انا معايا فكره هبتدي ان انا سواء حتى لو كانت بسيطه هبتدي ان انا اخليه ان هو يقتنع ان الفكره دي هتبقى في يوم من الايام حقيقه. فهي مشكله الايمان هي تعتبر هي الطب في المشكلات اللي بتقابلنا. تمام. هو الاستاذ بس حاجه طول ما احنا شغالين بنتكلم في حاجه استاذنكم بلاش كلام جانبي مع اي شخص، مع اللي جنبك او مع حد من الاورجنايزرز او حد مع الكوتش اللي موجودين معانا بعد كده او حتى مع المدرب حد تصوير حد اداره حد اي حاجه، كلام بيبقى مع الراجل اللي هو بيشرح بس سواء انا سواء غيري من جاي. دي ابسط حاجه احترام الشخص اللي واقف قدامك مش احترام المكان اللي انت قاعد بتسمعه. احنا مش جايين في مكان مهني وهنعمل ولا نعمل اختراعنا ونروح ولا شويه سلع من مصطفى قال عليها واحد عايش في اصلا في بلد وبيتكلم ان هو من بلد ثانيه وهو واحد على مؤسسه كامله وبيسرق الناس وبيسرق افكار. دي كلها مشاكل. فاستاذنكم عشان نطلع بحلول ايجابيه. حلول انا كشخصي مش من شخص حاجه. انا كشخصي لجنه في الفريق اللي معايا مش هنكسب مش هنكسب. لكن هتأثر كواحد زي زي ما قلت جات لنا فرصه كل واحد فينا في منصب اكبر من الوزير في ايده قرارات تطلع في ايده زي ما انتم شايفين الميديا كلها معانا في ايدينا نحط سياسه البحث اللي انت في البلد. حضرتك مش حابب تحطها في حاجه ثانيه ما تأثرش على جنب. نكمل اتفضل. انا بس في حاجه موجوده المفروض تتفعل اكتر من كده اللي هي تي اوز اللي هي تكنولوجي اكسبرت اوفيس يا خد ادفع لان هتفيد ناس كتير طلبه وهتفيد مخترعين وهتفيد مبتكرين. دي بتعرف يعني ايه فكره وبتعرف يعني ايه ابتكار وبتحطك على الطريق الصح انك تبتكر او تخترع. انا مثلا عايز اعمل حاجه انا بفكر انها اختراع بس الواو بقى انا الليمت بتاعتي الريسورس بتاعتي ليمتد قوي. انا ممكن بسيط جدا اروح اتكلم معاهم اعرف اذا كان في قطاعات موجوده في المجال ده ولا لا، ايه اقصى اكتر حاجه وصلت لها انا اقدر اضيف ايه او اعمل ايه. دي حاجه المفروض يعني عايزين نوصل للتشالنج بيننا وبين الاي اس ار تي اللي هي البحث العلمي او البحث العلمي ان احنا نعرف نوصل ده ايه مستويات السوق الحالي اللي انا بنعمل فيها. محتاجين ابتكارات. محتاجين ابتكارات مش محتاجين اختراعات. الابتكار هو حاجه بتوجد حلول لحاجه المشكله موجوده حاليا. فالوزاره بتعمل الموضوع ده بس انا مش عارف الناس كلها عندها درايه ايه شغل الوزاره؟ ايه اللي بتعمله الوزاره؟ ايه الحاجات اللي بتقدمها على احنا عايزين نشغل زميلنا وبين الوزاره. مين تاني؟ حطيت سبع نقط في لجنه ال 50 في الدستور في البحث العلمي. مش مهم كده باسمي او كده خدوا منهم ثلاثه. اي حاجه لازم اعرف قبليها هم عايزين ايه عشان ابدا اشتغل ايه. انا جاي دلوقتي مش عارف انت هتعملوا ايه خالص تمام، لازم اعرف عشان احط الجدول وعارف هفيدك بايه تمام، هجيب لك مشروع من عندي هنبدا نعمل تيم ونفكر نوصل لحاجه. بس طول ما انا بفهم كده مش فاهم حاجه انا كنت ممكن افضل قاعد ثابت خالص مش عارف في حاجه محدش يقدر يذاكر بس يتكلم معاك. طيب تمام لو عارف حاجات كده طبعا. طبعا الحاجه
يعني شايفة انها كويسة جدا لان كل الناس كلها عندها مشاريع مش بس اللي موجودين هنا ده موجود في مصر كتير جدا عندهم افكار ومشاريع حتى كنت لسه بتكلم مع استاذ احمد ياما كان في انا حضرت كذا مؤتمر كان في وزير الاستثمار يعني جو في رجال اعمال جو في وزير الاستثمار كان هو اليوم اقتصر عليه وزير الاستثمار بقى موجود مع بعض رجال الاعمال الصور الصوتين وخلاص وبعد كده وكل رجال الاعمال مش معانا في فاينل بيبر هنطلعها هنمضى عليها كلنا كل المشاهدين كل فريق الفكره اللي هو طلعها هيمضى عليها بيشرف المدرب اللي كان معانا عليها وهتغير في النقطه على الهواء فكره والعمل التحكيمي ما اقدرش اعمل توصيف اكتر من كده ما اقدرش اقول لك نروح نوصل في شارع عقارب يعني احنا الخميس وهم عصبت بتتسرق كلها قبل وبتعمل في شارع عقارب بتسرق اعتقد ان احنا نعملها ابلكيشن على البطاريه اللي انا قلتها دي هي افضل وسيله نقدر نحل بيها نفسها. وثانيا انا برضه مؤمن بحاجه مهما كان يتسرق الفكره مش عارف نفذها بتاعتها. في بقى الفكره بتاعتها مش كل حد بالظبط تمام بس احنا هنقول حاجه دي اللي انا عايز احكيها الميت بتاعتي ده التيم ورك عايزين نطلع كل اللي عندنا عشان نلاقي حل اقدر نقول للدوله حل اقدر اشتغل عليه. في مشروع تخرج في فكره في اختراع في ابتكار انا اشتغلت عليها وانا اشتغلت انا والتيم بتاعي انما انت هنا موجود عشان تطلع حلول الدوله تشتغل عليها الدوله هتشتغل ازاي على الحلول وانا ما عنديش الانتنس دي يعني انا بقول لحضرتك انا هخلي ادم يطير وجاي تقول لي طلبت مني انا طلعت الفكره من خلي ادم يطير طب ايه الفكره عشان انفذها لا مالكش دعوه دي ملكيه فكريه ما انا مش هخلي ادم يطير يبقى انا بعجز الدوله زي ما انا قلت هنضمن ان الحاجه لو اتنفذت تنفذ باسم الفريق بيطلع الحاجه كلها زي ما قلنا تعلن ان الفكره بتاعت بلان بالنسبه للنقطه اللي اتكلمت عنها يعني الشباب اللي اتكلموا عنها قبل كده اللي هي في اكتر من جمعيه او في اكتر من جهه هي غير حكوميه وغير رسميه مثلا بتدعم المخترعين الفكره اللي لو كل حاجه لها جهود معينه خاصه بيك لو الجهود دي كلها اتجمعت وصارت في بوتقه واحده في اسم ليك يبقى في حاجه زي النقابه او اي حاجه رسمية بتدعم إنسان فعلا ويكون لها يعني ثقة موجودة على الساحة ده هيكون من شأنه دفع العملية اللي كنا بنعملها. طيب أنا أوضح لك حاجة في وزارة البحث العلمي في شغل بالفعل شغالة إن هيبقى في جهة كاملة مختصة في إدارة البرامج التطوعية خاصة بالبحث العلمي. طيب العاملين عليها كلهم باحثين تبقى بشروط معينة هيتم اختيارها حتى لو هي لسه تحت الإنشاء هدفها الاول والاخير مصلحه الباحث ممنوع تدخلات وزير ممنوع تدخلات سياسيه مالهاش علاقه بالسياسه مين رئيس الدوله مالهاش علاقه مين وزير الشباب ولا مالهاش علاقه اللجنه دي الشروط اللي احنا بنتاسس عليها كان ايه؟ في خطه في علاقه ما بين وزاره فكره تقييمها من جهه مختصه يا لا طب جميل مفيش تسويق احنا الفكره ان في عندنا افكار جميله جدا بس الفكره هل يعني هل في خطه زمنيه موضوعه بالفعل مثلا سنه كذا هيكون عندي هيكون الكيان ده هيكون موجود انما احنا بنحط خلاص حاجه لسه تحت هيبقى لها ست شهور اقول لك حاجه ما ينفعش اجي اعمل لجنه او اجي اعمل حاجه خاصه بالمخترعين وتعمل بسرعه بسبب اللجنه دي الناس اللي هتبقى بتدير قدامها افكار الناس اللي مشتركه كلها فلازم اختار ناس شبه البحثين شبه الافكار شبه النشر الدولي عشان اضمن ان هو مش هيسرق واضمن ان انا اامنه ازاي؟ يعني انت لما تيجي تخش عندي اللجنه علشان اساعدك في تنفيذ مشروعك اكيد عايز اعرف مشروعك عشان اعرف مدى الامكانيه الاول مثلا مدى الاستحقاقيه في مساعدتك هل هو فعلا قابل للتنفيذ ولا مش قابل؟ ممكن واحد يجيب اي فكره ويجيب على اي حاجه هو انا اسف بس لو طول في الكلام بس هي الفكره انا شايف الفكره مش فكره جديده بس فكره معموله بدول كتير بس هي تعمليه اليه التنفيذ احنا عندنا مشكله فيها. يا باشمهندس عندك وزاره اسمها وزاره البحث العلمي. انت بتمشي كيان وزاره مالهاش علاقه بالبحث العلمي والطلبه اللي كان عمل وزاره انا غير مسؤول عن الجهه اللي بتنشر
يعني انا لما طلب هناك عرفت ان في جهه تنشر وبتحط لها التقييم المعين. هو الطلب اللي انا بطلبه او اللي انا ممكن يعني بتمنى ان انا حتى كتوصيل ان يكون موجود خطه زمنيه تقول لي انا في يوم كذا في سنه كذا في حاجه هتتعمل. تمام. احنا اللي بنعمل في في هنعمل، طب امتى هتتعمل؟ امتى هتتم الانجاز فيها؟ هي فكره وموجوده. لكن الاستفاده الطبع على ارض الواقع بتبقى صعب جدا. يبدأ يتحرك الإعلام، هو الإعلام بيشتغل بمزاجه كل حاجة، ما هو طبعا بيشتغل بمزاجه كل حاجة، بيشتغل بمزاجه كل حاجة، ولكن في رولز احنا بنعمل اللي ربنا قدرنا عليه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما ينفعش أفضل قاعد في البيت وأقول أصل أنا لو نزلت في المنطقة ممكن ما يتنفس، ممكن واحد من 10 يعني، زي ما أنت بتبدأي مشروع، في ناس 50% تنجح 50% تفشل في المشروع، هو المنطقة 50% نجح 50% 50% ده هتزيد قد ايه بمجرد تعب ده الاول عشان تطلع المشاريع دي. كمان بس حاجه هنا اخرى دراسه المشروعات، مش هندي دراسه مشروعات خالص، ده مش جاي من مني عشان اديك باسبورت. التعاون هنا الموضوع بس التوجيه، انا دلوقتي ممكن اكون عندي فكره ماشي وكويس جدا ان انا اعملها على الورق اعمل كل حاجه، بس مش عارف فعلا لو وظفها صح انا محتاج ايه. انا حضرتك جاي معايا مشكلة من مشاكل الحسنة. أنا هنا ما بنبنيش مشاكل. أنا أقول لك متوقع مني إيه هنا النهاردة. أنا عايز كل واحد بس أغير طريقة تفكير، زي ما قلت إن في عندنا مشكلة، لما باجي أحدد المشكلة إن أنا ببدأ أخش في الحلول بتاعة المشكلة قبل ما بعمل تحديد لمشاكل المشكلة. كل مشكلة بلاقيها مشاكل. يعني المشكلة دي ما نشأتش لوحدها، ففي مشاكل خليتها تنشأ. لما باجي أدرسها كل أو معظمنا بيقطعش إن هو ما يخش في الحلول، زي اللي حصل كده عندنا. أنا قلت متوقع هنعمل إيه النهاردة في التدريب كله. طيب مانجمنت باذن الله مع دراسه المشروعات رول الموضوعيه دي كلها ما شافوش سؤال مثلا. انا عايز اعرف هنا متوقع